يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نور محمد نور منفعتنا والدفاع مضرة من الله بذكر اسم النبي الأولين إكراما للمتوسل به الطلب من الله أن الأنبياء والأولياء لا يخلقون مضرة ولا منفعة ولكن نحن نسأل الله فيهم رجاء تخفيق مقادرنا فنقول يا ربي بالمصطفى ما شئت من عظم وطلب حصول منفعتنا والدفاع